على طاري منطوك الحق الكافي للدافعين عن نفسك، الشباب جهزوا لك الفيديو مال نقيبه المحامين، اعطوني الفيديو حتى العراقيين هم يشوفوه. نعم وياي نفس المكان، اعطوني الفيديو، انطيني الفيديو بكان الفيديو مال عسل مال احلام اللامي. نعم انطوني من البدايه. ساهم في دعم المجتمع، بس اكو شخصيات اساءت للمجتمع، بعض من الفانشيستات والبلوجرات وبعض الشخصيات المثيره للجدل. هسه اكو شخصيات محترمه تساهم في دعم المجتمع، بس اكو شخصيات اساءت للمجتمع. انت كمحامي او محاميه، ونتفاخر واحنا نعلن فريق، والله نقولها وبكل قوه وبكل شجاعه، وخلي اللي يقول اللي ممكن يتكلم عنه، نقابه المحامين ومجلس النقابه راح تقف وتحيل كل محامي يتفاخر بالدفاع عن كل سيء. جيد جيد، ارجع لي. تحياتي لاحمد البشير، تناولك احمد البشير ودافع عنك. بس اقول لك شغله، هنا انت تقدرين رجع لي، انا رجع لي صوره احلام اللامي، هنا رجع لي صورتها، هنا يا عسل حسام انت اليوم تقدرين شو وقت انت تقدرين يا عسل حسام ترفعين دعوه قضائيه على نقيب المحامين احلام اللامي وتكسبين الدعوه. تدرين ليش؟ لانه احلام اللامي حرمتك من حق قانوني، كانت تقصد او ما تقصد. نقيب المحامين هو للدفاع عن المحامين، هو مو شغله يسير المحامين، هو مو شغله يعلمهم شغلهم، هذا مو شغل نقيب المحامين. فانت راح ترفعين عليها دعوه لو لا؟ اني ما راح اقدر، لان ما اتوقع بلدي راح يقدر يحميني. اني بلدي ما انطاني حريه التعبير، اني بلدي قدمت له كل الحب والاحترام، بلدي جازاني بالحبس الشديد لمده سنتين، بعد سنتين اني اذتني، دمرتني، حطمتني نفسيا وجسديا. اني اليوم محطمه من اهداف، من احلام، أنا طموحي تحطم، أهدافي كلها تحطمت. أنا إنسانة اليوم ما أعرف شو راح يصير وياي باكر. أنا اليوم وياك على الهواء. نعم. أنا اليوم وياك على الهواء، بس أنا أضمن نفسي باكر أنا ما راح يصير بي شيء. ليش يصير بي شيء؟ ليش؟ أنت نفذتي القانون وطلعتي. أنا صحيح، بس أنا اليوم قدمت الحب البلدي، قدمت الاحترام البلدي، بلدي جازاني وما طاني اي حق التعبير، ما طاني حريه التعبير. اكو شيء فقره عندنا بالقانون اسمها حريه التعبير، اني حتى حريه التعبير ما طوني اياها، ما خلوني، ما طوني مجال احمي نفسي ادافع عن نفسي. زين ليش؟ انا ابني كان بعز الحاجه الي، حرمت. ايش قد عمره ابنك؟ ايش قد عمره؟ ليش؟ ابني عمره 9 سنوات. اني بالاضافه لكل هذا، اني هذا مكسب رزقي. احتمال اليوم اكو ناس ماخذين هاي هذا المجال ماخذيه للتسليه، بس اني عن نفسي اني مكسب رزقي. اني هذا الموضوع